سمعتها أخيرا؟ هل المستقبل هنا؟ هل تتذكرون الأشياء التي كنا نراها في أفلام الخيال العلمي؟ لم تعد الآن خيالا، أصبحت واقعا ملموسا. ومن بين هذه الأشياء الآن السيارات الكهربائية التي يتم توصيلها بالحائط كالهاتف المحمول. إذن من أتى بهذه الفكرة وكيف تعمل هذه التقنية؟ قبل أن نفرح بالمستقبل عزيزتي الأكاديمية، عزيزي الأكاديمي، دعنا نذهب في رحلة إلى الماضي. سنعود كثيرا إلى الوراء لنرى ماذا جرى. من المحتمل ستتفاجأ كما تفاجأت أنا أيضا عندما اكتشفت بأن السيارات الكهربائية ليست من اختراع القرن 21، بل إن المحركات التي تعمل بالكهرباء خرجت إلى حد كبير بنفس ظهور المحركات التي تعمل بالبترول منذ ما يقارب قرنين من الزمن. في عام 1828 اخترع مهندس يدعى آنيوس جيدليك اخترع نموذجا أوليا للمحرك الكهربائي، واستخدمه لتشغيل نموذج سيارة صغيرة. ولم يكن المهتم الوحيد بهذا النوع من التكنولوجيا، ففي عام 1843 ابتكر توماس دافنبورت جهازا مشابها يمكن دفعه لمسافات قصيرة باستخدام مولد كهربائي. وفي هولندا بنى الأستاذ الجامعي سبيرادو ستراتينغ سيارة كهربائية صغيرة تعمل ببطارية غير قابلة للشحن. على الرغم من أن فكرة السيارة التي تعمل بالبطاريات كانت لأحداث ثورة في حياة الناس من أجل الأفضل، إلا أن بطاريات الخلايا الأولية التي يتم استخدامها مرة واحدة ويتم رميها لم تكن السبيل لنجاح هذا النوع من السيارات، ولقد احتاج إلى الكثير والكثير من البطاريات لتشغيل المحرك لمسافات طويلة وبسرعة منخفضة. وبقي الأمر على هذا الحال والمنوال حتى عام 1859، حتى اخترع العالم الفيزيائي الفرنسي جاستون بلانت بطارية الرصاص الحمضية التي غيرت لعبة المحرك الكهربائي إلى الأبد. ثم بدأت عدة دول في إنتاج سيارات كهربائية ذات 3 عجلات، حتى حققت الولايات المتحدة الأمريكية إنجازا هائلا في سنة 91800 صنعوا أول سيارة كهربائية وكانت تتسع ل6 ركاب، يمكن أن تصل سرعتها إلى 14 ميل في الساعة. وكان هذا اختراعا ضخما وذا أهمية قصوى ذلك الوقت. شعر الناس بسعادة غامرة وازدهر سوق السيارات الكهربائية. وفي أواخر القرن 19 ملأت سيارة الأجرة التي تعمل بالكهرباء شوارع لندن. وفي ذلك الوقت كانت السيارة الكهربائية تتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالمحركات التي تعمل بالبخار وتستهلك الكثير من الغازات. فالسيارات الكهربائية ليس بها اهتزاز ولا تنبعث منها رائحة البنزين الكريهة والتي نعرفها جميعا. والمهم في هذا كله بأنهم لم يحتاجوا إلى الكثير من أجل البدء. بحلول أوائل القرن 20 كان ما يقرب من 1/3 السيارات في الولايات المتحدة تعمل بالطاقة الكهربائية، لكن هذا لن يدوم طويلا. فبحلول أواخر العشرينات من القرن الماضي تحسنت البنية التحتية في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، وكانت المركبات بحاجة إلى المضي قدما بشكل أكثر كفاءة. لذلك أخذت سيارة الوقود الأحفوري زمام المبادرة لأنها أنجزت المهمة. فكما ترى السرعة القصوى التي يمكن أن تحققها السيارات الكهربائية
كانت من 15 إلى 20 ميلا في الساعة، أي نفس سرعة دراجتك الهوائية تقريبا. وكانت هناك مشكلة أخرى، هي أن المركبات التي تشتغل بالكهرباء في تلك الفترة كانت تقطع من مسافة 30 إلى 40 ميلا في المرة الواحدة، مما يعني بأنها ستحتاج إلى الشحن كل ساعتين. وكانت الأمور على وشك أن تأخذ منعطفا نحو الأسوأ مع التحسن في البنية التحتية. وكان ذلك عندما تم اختراع المبدأ الكهربائي، وبدأت سيارات البنزين في استخدامه جنبا إلى جنب مع كاتمات الصوت، مما جعلها تلقى إقبالا أكثر. ثم تلقت السيارات الكهربائية الضربة القاضية في 1910، عندما بدأ هنري فورد إنتاجه الضخم للسيارة التي تعمل بالغاز، الأمر الذي جعلها رخيصة الثمن بشكل يبعث على السخرية، بينما السيارات الكهربائية تكلف الكثير. أدركت الشركة بعد ذلك أنه لا يوجد مكان للسيارات الكهربائية في السوق، لذا توقفوا عن إنتاجها تماما. سنتقدم سريعا الآن إلى القرن الواحد والعشرين. لدينا الآن تطورات في التكنولوجيا واهتمام أكبر بالبيئة، أضف إلى ذلك الخوف من نفاذ الموارد التي تمكننا من تزويد سياراتنا بالوقود. ولا عجب في أن شركات السيارات قد قررت منح سيارات الكهرباء فرصة أخرى. ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين السيارات الكهربائية والسيارة التي تعمل بالوقود الأحفوري هو أن السيارة الكهربائية يمكنها استعمال العديد من الموارد التي تمكنها من إنتاج الكهرباء. في الحقيقة العلم وراء السيارة الكهربائية بسيط بشكل مدهش. مبدأه الأساسي هو التيار المتردد، والذي نشكر عليه نيكولا تسلا منذ قرن مضى. قبل أن نفهم العلم الكامن وراء ذلك، دعونا نعطي أولا الاختلاف بين التيار المتناوب والتيار المباشر DC والAC. التيار الكهربائي هو حركة شحنة كهربائية تحمل مجموعة من الإلكترونات. على سبيل المثال، يمكن تشغيل المحرك بالتيار المباشر، مما يعني أن الإلكترونات تتدفق في اتجاه واحد فقط. بالنسبة لمعظم الأشياء التي تعمل على التيار المستمر، يكون ذلك من البطارية إلى كل ما تعمل به من ناحية أخرى. أما التيار المتناوب تتحرك فيه الإلكترونات بشكل دوري، تغير فيه الاتجاهات بشكل منسق. إنها تقريبا كل الطاقة الكهربائية في منزلك، من الميكروويف إلى وحدة التحكم بالألعاب وغيرها. باختصار، فالتيار المباشر عبارة عن خط مستقيم، والتيار المتناوب تكون له موجات منتظمة صعودا ونزولا. إذن ماذا عن السيارة الكهربائية؟ تقوم معظمها بتحويل التيار الكهربائي المباشر من البطاريات إلى تيار متردد، نظرا لأن السيارات لا تحتوي على محرك احتراق داخلي مثل السيارات التي تعمل بالغاز، فإنها تستخدم مساحتها بشكل مغاير تماما. أعتقد بأنك تتوقع وجود بطارية كبيرة الحجم في المقدمة تحت غطاء المحرك، لكن الأمر مختلف تماما. لكل سيارة 7000 بطارية ليثيوم موضوعة تحت الأرضيات، وتتميز هذه الحزمة من البطاريات بعمر أطول وكثافة طاقة أعلى، مما يجعلها مثالية لتشغيل السيارة. لكن إحدى نقاط ضعفهم هي ارتفاع درجة الحرارة والانهيار الحراري، ولهذا يوجد سائل تبريد في السيارات الكهربائية بين البطاريات لمنع ارتفاع درجة حرارة كل واحدة منها. وهناك جميع أنواع الأشياء المثيرة للاهتمام في خلفية السيارة، إنه المكان الذي ستجد فيه العاكس، وهو ما يحول التيار المستمر إلى تيار متردد ويمنح الطاقة للمحرك، لكنها لا تستطيع فعل ذلك دون المحرك التعريفي. إنه أيضا في الخلف، وهو الذي يأخذ التيار المتردد الذي جاء للتو من العاكس
ويخلق مجالا مغناطيسيا دوارا يتسبب في دوران المحرك. تعمل هذه السيارة تلقائيا، لديها ناقل حركة أحادي السرعة يرسل الطاقة من المحرك التعريفي إلى العجلات. هذه هي الطريقة التي يحول بها المحرك الكهربائي طاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، أي القوة الجسدية التي تدير العجلات وترسلك في طريقك. لكن هنا يصبح الأمر أكثر إثارة للاهتمام. عندما تزيد السرعة أثناء القيادة تستهلك السيارات المزيد من الطاقة، لكن عندما تقوم بالفرملة تتحول الطاقة إلى كهرباء من خلال المحرك التعريفي. بعد ذلك تنتقل تلك الكهرباء طوال الطريق إلى حزمة البطارية، ويتم تخزينها بحيث يمكنك استخدامها لاحقا، وهذا أمر فعال جدا. يتم توقيف السيارة الكهربائية أثناء توصيلها بالمأخذ أو بمحطة الشحن، ويتم استخدام ثلاث مستويات للشحن. المستوى الأول هو الشحن الأساسي والذي يمكنك القيام به في منزلك، يستخدم منفذ 220 فولت ويضيف من 2 إلى 5 أميال من الشحن في الساعة. المستوى الثاني يتم استخدام معدات إمدادات المركبات الكهربائية وبجهد أعلى من 220 إلى 240 فولت، ويضيف من 10 إلى 25 ميلا في الساعة من الشحن. وأخيرا المستوى الثالث، إنه الأكثر كفاءة، هي محطة الشحن المباشر التي تقوم باستخدام التيار المباشر لإضافة ما يصل إلى 80% من شحن بطارية السيارة في أقل من نصف ساعة. كما أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية رخيصة الثمن أيضا. سيكلفك شحن سيارتك الكهربائية بالكامل بالمنزل أقل من 5 دولارات، ويمكنك الحصول على ما يقارب 150 ميلا في الشحنة الواحدة، وهذا بطبيعة الحال يعتمد على مدى حجم البطارية. ويمكن أن تكلف السيارة الكهربائية الأكبر ذات البطارية الأكبر ما يصل إلى 15 دولار لشحنها بالكامل، لكن يمكنك الحصول على 300 ميل. ومن خلال هذه الأرقام يظهر بأن السيارات الكهربائية أقل تكلفة من حيث التشغيل والصيانة إذا ما قارناها بالمركبات التي تعمل بالوقود. ولكن لا يمكن إنكار أن السيارات الكهربائية نفسها تأتي بسعر أعلى بكثير، ولكن مع ذلك ووفقا لدراسة حديثة يبلغ متوسط تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية 84 دولار في السنة، بينما تبلغ تكلفة سيارات الوقود 1117 دولار في السنة. لذلك يجب أن يؤتي السعر الأولي المرتفع ثماره مع مرور الوقت. لكن هناك مشكلة أخرى، إذ تعد حزمة البطاريات من أغلى مكونات السيارة الكهربائية، إذ سيكلفك استبدال ذراع وساق في حالة تعطلها ما يتراوح بين 5000 إلى 15000 دولار الاستبدال. لكن معظم مصنعي السيارات الكهربائية يمنحون البطاريات ضمانا لمدة 8 سنوات على الأقل، أي لما يصل إلى 100000 ميل. إذا كان هذا يجعلك تشعر بتحسن أفضل للشراء. والخبر الصار هو أننا نشهد دينامية كبيرة نحو السيارات الكهربائية كاستراتيجية لمعالجة انبعاثات الوقود وتقليل التلوث. ويتوقع رئيس أبحاث أوروبا أنه بحلول سنة 25 و2000 ستكون جميع السيارات في أوروبا كهربائية أو على الأقل هجينة، بمعنى تعمل بالوقود والكهرباء. وكذلك تحدد العديد من الدول أهدافا لتقليل انبعاث الوقود. إذن من يدري، ربما عاجلا أم آجلا سننطلق جميعا في السيارات الكهربائية، وستصبح السيارة مستهلكة الوقود حقيقة شيئا من الماضي. ماذا عنك؟ هل أنت مهتم بالحصول على سيارة كهربائية؟ أخبرني في التعليقات إذا تعلمت شيئا جديدا، وأرجو منكم وضع إعجاب وتعليقات وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.